مفاجأة قوية وما بتحصلش كتير، هي ايه؟ الموت. يا مستر عارفين الموت؟ لا يا حبيبي، الموجز بالشكل الجديد. الموجز بالشكل الجديد عبارة عن شرح، طبعا انت شفت اللي انا نزلته، شرح للدروس هتنزل اول باول ان شاء الله. يعني بص كده هتلاقي فوق هنا كده، هتلاقي فوق هنا كده سيشن نمبر 1، يعني السيشن الاولى. طبعا في سيشن 2 سيشن 3 سيشن 4 وهكذا، يعني هنفضل مكملين ان شاء الله معاك طول الترم. الموجز هينزل لك مش سته ابتدائي بس، لا جريد من اول جريد 3 تقريبا، جريد 3 4 5 6. تمام، ان شاء الله ننزل لك تلخيصات للدروس تساعدك انك تسهل كل المنهج. الموضوع هيبقى بسيط جدا جدا جدا. طبعا التلخيصات دي هتبقى ورقيه، هتنزل على صفحه الفيسبوك وهتنزل على قناه التليجرام. طبعا لو مش في صفحه الفيسبوك ومش في قناه التليجرام لازم تبقى فيهم، هتلاقي اللينكات بتاعتهم موجوده يا اما تحت الفيديو يا اما فوق. تمام، ده بالنسبه للشرح. طيب انا ليه كتبت سيشن 1 ما كتبتش الدرس الاول؟ عشان اخواتنا المدرسين اللي مش عارفين مثلا يقسموا المنهج، يعني المنهج مثلا طويل فمش عارف اقسم المنهج ده اقسمه ازاي، فانا قسمته سيشن نمبر 1، معناها ان السيشن دي هتتشرح في حصه، ما تكترش عنها ولا تقلل عنها. يعني ممكن السيشن تاخد درس، ممكن تاخد درسين، ثلاثه اربعه خمسه 10، عادي. السيشن انا هلم لك فيها الحاجات اللي تقدر تلمها مع بعض، يعني مثلا الدرس الاول والثاني والثالث شبه بعض، ما تيجي ناخدهم مع بعض، فدي سيشن. الدرس الرابع والخامس شبه بعض، فدول درسين ناخدهم مع بعض، دول سيشن. طب الدرس السادس هو درس بس مختلف وعايز شرح كتير، ناخده لوحده. تمام؟ فعشان كده انا سيشن هينزل بانتظام ان شاء الله فور فري، مش محتاج منكم اي حاجه خالص، مجانا ان شاء الله الوجه ده. حتى هتلاقي مكتوب عليها مجانا، هتلاقي تحت مكتوب على عليها كده نسخه مجانيه، وطبعا النسخه دي 2024، ونسخه هيبقى فيه بعدها كويز، يعني بعد كل دي هتلاقي فيه كويز في الاخر. الكويز طبعا يعني بمشي كده، بمشي كده اهو اهو اهو. بص 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 بص، ده الكويز. الكويز هيبقى عباره عن امتحان صغير على الدرس بس اللي انت اخدته في الوقت. تمام؟ طيب يا مستر، طبعا ده مش جريد 6 بس، في جريد 4 وجريد 5 وكله. طب يا مستر، انت هتنزل لنا شرح الحاجات دي فيديوهات؟ اكيد لا، يعني عشان تبقى عارف السنه دي 2024 اكيد لا، مش هنزل شرح كل ده. ممكن ابقى انزل لك مراجعات، مراجعه كل شهر مثلا تلم لك الشهر، او مراجعه كل ترم زي ما بننزل لك المتميز او المنقذ. طبعا المنقذ اللي هو بتاع مراجعه الترم هينزل زي ما هو عادي، ما فيش مشكله. بس ده يعني ايه؟ تسهيلا ليكوا ولينا وللمدرسين زملائنا، علشان خاطر كله يبقى الموضوع بسيط بالنسبه له في المناهج الجديده دي. دعواتكم دعواتكم دعواتكم. طب يا مستر هتشرح فين؟ الشرح هيبقى في الدروس ان شاء الله. طب يا مستر الدرس بتاعك احجزه ازاي؟ عشان خاطر بس الناس اللي بتسال عن حاجه زي كده، عندك رقمين، رقم لجريد 3 وجريد 4 ده لو عايز تحجز جريد 3 وجريد 4، ورقم لجريد 5 وجريد 6 ما ده بتاع جريد 3 وجريد 4. طيب ده بتاع ايه؟ بتاع جريد 5 وجريد 6. ابعت له واتساب 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 وصدقني هيرد عليك. انا هبدا امتى؟ هبدا في اول اثنين ان شاء الله، اول شهر اثنين هبدا على طول الحجز. من دلوقتي الحجز كان مفتوح من فتره، ودلوقتي فتحنا الحجز ثاني عشان خاطر تنجز وتلحق تاخد التفاصيل والمجموعات والسعر وكل حاجه، هتسالهم هيقولوا لك كل حاجه. تمام، بالتوفيق يا حبايبي، سلام.